ضرورة التعاون بين البلدين في جميع الميادين للقضاء على التطرف والإرهاب، مشددين على هامش الملتقى الجزائري التونسي شعب واحد ضد التطرف والإرهاب الذي نظمته جمعية الولاة للوطن بتونس، على أن مقومات البلدين وآفاق التعاون تؤكد أنهما بلد وشعب واحد. التغطية لأحمد راشدي وجمال الدين بوشة. نعمل بعض الشباب هو ربيع العمر أعمدا الاهتمام بالمشاغل المستقبل. معنى الرسالة العالم تكون مهنة. حاولنا معناتها باش نتلقوا معناتها ونأكدوا أنه معناتها مقاومة الإرهاب في المرحلة القادمة لن تكون معناتها هي معناتها مبنية فقط، بل يمكن معناتها يجب أن تكون في نطاق مقاربة شاملة كمركز بتطوير وتفعيل الاتفاقيات على المستوى الأمني والعسكري، وهذا الشق الذي يهمنا بالأساس باعتبار أنه الإرهاب أصبحت له تحركات كبيرة وكبيرة جدا على مستوى المنطقة. الجزائر وتونس شعب واحد في إطار مواجهة الإرهاب والتطرف، جاء ليعزز التنسيق الموجود بين الجزائر وتونس في إطار محاربة التطرف ومحاربة الإرهاب ومواجهة التحديات الأمنية والتحديات الاقتصادية التي تواجه كلتا البلدين، وكذلك على هامش حتى يعني انعقاد اللجنة المختلطة الجزائرية التونسية في الأراضي الجزائرية مع توقيع اتفاقات جد مهمة. المساج هذايا اللي هو الإرهاب راهو ينجم يمس الناس الكل، سواء الفنان سواء المثقف سواء الإعلامي سواء الأمني سواء الحرفي، كل ينجم يضر. هذايا نحبوا نوصلوا مساج الحل الوحيد اللي نجم نقضوا على الإرهاب وعلى التطرف اللي هي التشغيل ثم التشغيل ثم التشغيل.